ثلاث أخبار جميلة ورسمية. نبدأ على السريع بالخبر الأول. واحد، رسميا الاتحاد المصري يقدم طلب رسمي بإعادة مباراة مصر والسنغال أو احتساب مصر متأهلة إلى كأس العالم بسبب الأحداث اللي شاهدناها في اللقاء والكوارث اللي شفناها من جمهور السنغال. اثنين، رسميا الاتحاد الجزائري يقدم طلب رسمي بإعادة مباراة الكاميرون والجزائر بسبب الأخطاء التحكيمية والمجزرة التحكيمية بمعنى الكلمة. ثلاثة، في أنباء عن استبعاد المنتخب الإيراني عن كأس العالم بسبب قيام السلطات الإيرانية بمنع المشجعات بتشجيع وطنهم أمام المنتخب اللبناني باستخدام رذاذ الفلفل ضدهم. وفي حال كانت الأنباء صحيحة وتم استبعاد المنتخب الإيراني، فالمنتخب الإماراتي سيتأهل رسميا إلى كأس العالم، والمنتخب العراقي سيذهب إلى الملحق الآسيوي ضد أستراليا.